بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن مشروع المدارس الصديقة للطفل هو من المشاريع الجميلة التي تبث الوعي والإدراك لدى الطفل حيث هو قائد المستقبل، ولا بد أن تكون هناك لديه تصورات وأفكار عن اتخاذ القرار وعن كل الأمور التي تتصل. نحن في محافظة الديوانية تم اختيار 10 مدارس صديقة للطفل، وحقيقة كان الاختيار موفق إن شاء الله من حيث البناية المدرسية، من حيث الجهود التي تقوم من قبل إدارة المدرسة والكادر التدريسي والتعليمي الموجود فيها. زرنا المدرسة في هذا اليوم في ذكرى يوم الطفولة العالمي، وبحضور الأخوة ممثلي منظمة اليونيسيف وإدارات المدارس المسؤولة بالطفل، وطلعنا على واقع المدرسة الجميلة التي بدأ بدايات جميلة إن شاء الله، نتمنى الموفقية للجميع.